أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الخطيب يلتقي مجموعة الرواد بأهلي الشيخ زايد. لجنة الكرة تقدد عقدي عاشور وسليمان وتتمسك بفتح. والفريق الأول يسافر إلى السعودية الأول من فبراير. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على زيارة فرع النادي بالشيخ زايد صباح اليوم الجمعة تلبية لدعوة مجموعة الرواد بالنادي. وحرص الخطيب على تناول الإفطار مع الأعضاء والحديث معهم حول كل ما يخص النادي وخاصة فرع الشيخ زايد. وأكد الخطيب لأعضاء النادي حرصه ومجلس الإدارة على توفير كافة احتياجات الفروع الأهلي المختلفة. نتابع في التقرير التالي. عملنا بعض اللجان منها اللجنه الطبيه لتطوير جميع العيادات بتاعه النادي، محاوله ان احنا نعمل اجزخانات كويس، بس الاجزخانه ما كان لك كلنا من 10 سنين حقيقه فيها كان بيقول لك لازم يبقى لينا يعني مخرج على البر على الباب على الشارع بره. هنحاول تاني ان احنا نحاول ناخد ترخيص الاجزخانه. اذا كان في حضراتكم برضه في حاجات هنا، انا وده اللي انا عايز اسمعه كمان، اذا كان في حاجه هنا نقدر ان انتوا شايفينها ان هي مستعجله في الفتره الاولى او المرحله الجايه على طول تقولوا لنا عليها. احنا يمكن في مدينه نصر كان يقلقنا جدا موضوع الباركنج، فاحنا يعني عاملين ان شاء الله قريب جدا هنعلن لحضراتكم زي ما قلت لكم النص الثاني من فبراير ان احنا عملنا بروتوكول مع جهاز المشروعات القوات المسلحه هي اللي تقوم بكل شغلنا، يعني جميع الاعمال اللي هتتم في النادي عن طريق القوات المسلحه، على اساس ان احنا بنضمن هنا الالتزام وبنضمن الوقت وبنضمن اسعار كويسه، وكمان القوات المسلحه لما بتديها بتسند ليها شغل مش محتاج انك تعمل ناقصه عشان كمان الوقت، الناقصه دي بقى تاخد مننا ايه 3 اشهر عشان نبتدي نفاوض فده ان شاء الله. والتراخيص طبعا، بس لا بس التراخيص لازم ياخد وقت اسهل يعني، فاحنا ان شاء الله عشان كده يمكن هنعمل بروتوكول هنمضيه معاهم ان شاء الله فبراير باذن الله، برضه هو الجزء النص الاولاني من فبراير، ونعلن لحضراتكم جميع المشروعات او جميع الافكار اللي احنا ممكن نعملها في الثلاث انديه بتوعنا. انا مش عايز افرق اقول اهل الشيخ زايد واهل الجزيره، انا ما بحبش ده. الاهلي واحد، الاهلي في كل مكان واحد. الاهلي في الجزيره والاهلي في الشيخ زايد والاهلي في مدينه نصر. فهنعرض لحضرتك كل الحاجات اللي احنا تصوراتنا بالنسبه للمرحله اللي جايه كبدايه لكل الفروع بتاعتنا ان شاء الله. اذا هنا في حاجه في بعض المتطلبات اللي احنا بالنسبه للنشاط الرياضي، عشان لو حد هنا اللي انا كنت ملاحظه الفتره اللي فاتت ان ولادنا لازم يمارسوا الرياضه بشكل اقوى شويه، ولازم يكون في مدير للنشاط الرياضي هنا، ما يبقاش مجرد ممثل، لازم يكون في مدير ولازم يبقى عنده رؤيه، ولازم من الرؤيه الاساسيه بتاعت اللجنه العليا بتاعت النشاط الرياضي ازاي اولادنا يمارسوا الرياضه بشكل كويس، وازاي لو حد فيهم مميز لازم ينضم لفرق النادي. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا ان شاء الله بنفكر فيها باذن الله. ما النهارده بنعتمد ايه بقى بالنسبه لكبار السن؟ ان مين القياده؟ ودي القياده دي بقى مع النشاط الرياضي اللي عندنا اللي هو المفروض الترفيه، ازاي ننسق سوا؟ ازاي عندنا مدرب لحضراتكم، بس مدرب منكم انا احسن، ده احسن لنا يعني حد فيكم. احنا هنا مثلا في الجزيره في فريق اسمه فريق الصباح، عايزين نعمل بقى واحد زي كابتن حسين، كابتن حسين واحد منكم فهو اللي بيدير ده، احنا نوفر الامكانيات اللي عايزينها، لكن عايزين نجيب لكم احنا مدرب نجيب لكم، بقول لكم بقى لنا شهرين، شهر 50 يوم لغايه شهرين ونص دراسه كامله، النص الثاني بقى من فبراير هتلاقي الدنيا بتختلف ان شاء الله، لان مثلا هو بيدرس دلوقتي
الاسعار هي الايجارات بتاعه المنافس فعلا ايجارات غاليه. ازاي بقى احنا ننزل الايجارات دي شويه نسبه خصم معينه وندي نسبه الخصم دي في الاسعار؟ اذا كنا احنا هننزل السعر للايجار هننزله علشان نخدم بيه العضو، شركه تعود على العضو في السعر، لكن مش بقى هسيب الناس كمان تبقى على مزاجها. لازم في قائمه اسعار، قائمه الاسعار تخش مجلس اداره وتعتمد من مجلس اداره احنا موافقين عليها، ثم وهو يطبقها. اللي هيطبق كده يبقى عنده مشكله. أعلنت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجديد عقدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حسام عاشور ووليد سليمان لمدة موسمين، إضافة إلى تمديد عقد باسم علي لمدة 4 سنوات ومحمد هاني لمدة 5 سنوات. وقال مدير الكرة سيد عبد الحفيظ أن عاشور وسليمان وقع على بياض ولم تكن لهما أي شروط، وترك التقدير المالي للجنة الكرة، مشيدا برباعي الفريق عاشور وسليمان وهاني وباسم الذين لم يستغرق مناقشة تجديد عقودهم أي وقت، وكانت رغبة واضحة في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي. نبقى مع سيد عبد الحفيظ الذي أكد أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي بالنسبة لكل من عبد الله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي وصبر رحيل، ولكن نظرا لضيق الوقت وتلاحم المباريات لم تتمكن لجنة الكرة من إنهاء هذه الأمور. وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد حسم التجديد لبقية اللاعبين بالتنسيق مع لجنة الكرة للحفاظ على استقرار مسيرة الفريق المحلية والقارية. تمسكت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بأحمد فتحي لاعب وسط الفريق. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن اللجنة لم تناقش في اجتماعها العرض الذي تلقاه أحمد فتحي الظهير الأيمن من فريق الشباب السعودي. وأضاف أن اللجنة وجهت الشكر للنادي الشقيق، خاصة أن فتحي من الركائز الأساسية للفريق مع بقية زملائه ولا يمكن التفريط فيه شأنه مثل عبد الله السعيد وشريف إكرامي وصبري رحيل. حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأول من فبراير المقبل للسفر إلى السعودية لأداء مباراة ودية مع منتخب أندية المحترفين بالمملكة في اليوم التالي، والعودة للقاهرة لاستكمال مشوار بطولة الدوري. وقال سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني سوف يمنح الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال الفترة الماضية بناء على وجهة نظر الكابتن حسام البدري المدير الفني، والذي يرغب في تجهيز كافة العناصر خلال المرحلة القادمة. واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقصة في الأسبوع 19 لبطولة الدوري. ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت عقب خوض التدريب الأخير استعدادا للمباراة. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. تحياتي ليك يا زميلي محمد وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. كريم محتاجين نعرف منك وتطمنا عن حالة الفريق في هذه المرحلة واستعداداته لمباراة مصر المقصة بإذن الله يوم الأحد. أكيد استعدادات مكثفة بالنسبة طبعا لكابتن حسام البدري والنادي الأهلي بعد الراحة البسيطة اللي خدها لعيبة النادي الأهلي النهارده اليوم الثاني على التوالي لتدريبات قوية لكابتن حسام البدري. النهارده يمكن الحمل التدريبي اترفع شوية عن محمد، كابتن حسام بيحاول إن هو الفترة اللي جاية مباريات متلاحمة زي ما احنا عارفين، مفيش راحة كبيرة بالنسبة للعيبة، فالنهارده كانت في فقرة قوية مع كابتن أنيس الشعلالي كان فيها بعض الجري الخفيف،
على ان ينزل ان شاء الله غدا بالحمل التدريبي استعدادا لمباراه المقصة. لو برجع تاني سريعا، يمكن كابتن حسام كان عمل محاضرة سريعة داخل الملعب، التأكيد على تحفيز اللاعبين خلال المباراة القادمة. مباراة كلها هامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وزي ما احنا عارفين النادي الأهلي اعتلى صدارة القمة ان شاء الله. بنتمنى الفترة اللي جاية يكون النادي الأهلي بفارق نقاط كبير عن كل الفرق المنافسة. بعد المحاضرة طبعا بعض التدريبات البدنية مع كابتن أنيس الشعلالي. امس كان تدريبات استشفائية، كانت مجموعتين. النهارده كل اللعيبة شاركت في المران بالكامل. النهارده كابتن حسام البدري من خلال التقسيمة، سواء التقسيمة اللي في آخر المران أو في منتصف التدريب، كان بيأكد عليها الشغل لابد يبقى من الأطراف. كان مركز على المباراة، على الشوتنج من خارج ال 18 ومن داخل ال 18، في تركيز كبير جدا بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. كمان لو بكلمك على المصابين اللي بيحاولوا إن هم طبعا يعودوا سريعا مع النادي الأهلي، محمد نجيب إن شاء الله يومين بإذن الله ويشارك في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي. استمرار طبعا غياب رامي ربيعه زي ما احنا عارفين. النهارده يمكن في حاله احمد حمودي، النهارده شفناه جاي في اخر المران، ما شاركش النهارده في المران الجماعي، شارك فقره بسيطه جدا. واضح ان كان في اذن مع الجهاز الفني من الكابتن حسام البدري ان هو هيكون متواجد ومتاخر في مران اليوم. النهارده كمان كان في تدريب قوي جدا للكابتن طارق سليمان لكل الحراس، سواء شريف اكرامي واحمد عادل، محمد الشناوي، وايضا رمضان مصطفى. وعلى ذكر رمضان مصطفى، يمكن تعرض لكدمه قويه النهارده من كور مشتركه في خلال التدريبات. نزل طبعا خالد محمود طبيب النادي الاهلي سريعا ليه، وتم الفحص وعاد للتدريبات سريعا. زي ما بقول لك يا محمد، يمكن الامور يعني ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اللعيبه مركزه، وان شاء الله مباراه المقصه تكون انطلاقه وانطلاقه اكثر واكثر في خلال الفتره القادمه. غدا بمشيئه الله تكون التدريب الساعه 3 عصرا على ملعب مختار التتش، من بعدها يتوجه لاعبو النادي الاهلي الى احد الفنادق القريبه من استاد القاهره للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الاهلي ومصر المقصه. طيب كريم، من خلال متابعتك لتدريب فريق النادي الاهلي اليوم صباحا في ملعب مختار التتش بالجزيره، هل وضحت معالم التشكيله الاساسيه اللي ممكن تخوض هذه المباراه؟ هل هناك تغييرات في الشكل اللي ممكن الاهلي يلعب به مباراه مصر المقصه عكس المباراه الاخيره امام طلائع الجيش؟ يعني النهارده انت عارف كابتن حسام البدري النهارده اكثر من تقسيمه النهارده، لكن نقدر نقول ان في عناصر كتيره راجعه بالنسبه للمباراه القادمه. يعني راحت عبد الله وعاشور وفتحي لهم ادوار اساسيه في المباراه القادمه. كان واضح بعض النهارده التشكيل، لكن احمد فتحي النهارده كان متواجد في خط الظهر مع ايمن، مع محمد دهاني، مع علي معلول في خط الظهر. ده اللي يمكن شفناه النهارده في فريق المنافس. كان فيه حسين السيد، باسم علي اخذ بعض الاوقات في مكان احمد فتحي. لكن غدا لو نقدر نقول غدا ممكن يكون في تراي ماتش طبعا في تدريب الساعه 3 عصرا غدا، هيبان بشكل اكثر بالنسبه للعناصر اللي هتكون داخله في المباراه القادمه. لكن في عدد كبير هيكون متواجد غير المباراه اللي فاتت، يكون عدد كبير مشارك. كل اللعيبه اللي رايحه زي ما قلت لك، سواء عاشور او عبد الله او احمد فتحي، هيكون ليهم دور في مباراه مصر المقصه. شكرا لك زميلي كريم احمد، كنت معنا عبر الهاتف للحديث عن استعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه مصر المقاصه في الدوري العام، وكل التوفيق يا رب للفريق في حصد 3 نقاط والابتعاد في صداره الجدول الدوري العام.